يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لنا أن نسأل الله سبحانه الفردوس مع علمنا بتقصيرنا في النوافل؟ نعم، اسأل الله الفردوس الأعلى كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. فأن ترغب إلى الله، عظم المسألة، عظم المسألة، والله جواد كريم سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه. فاطلب من الله أعظم المسائل وأعظم الجنان، والله جل وعلا كريم جواد. نعم.